اهلا بحضراتكم في كل مكان. في استمرار لسيناريو العنف والتدمير والانفجارات اللي بتشهده غزة وبتشهده مدينة رفح الفلسطينية، النهاردة بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن سلسلة من الغارات تجاه حي الزيتون وحي الصبرة جنوب غزة. وده طبعا الحقيقي يعني هم بيعيشوا فيه بشكل يومي تصعيدات وتعنت من الجانب الإسرائيلي ونصف مستمر على مدار الساعة لكل سبل الحياة وتهديد بوقف كل أنماط الحياة، انقطاع للمياه، يعني نتكلم أنه مفيش وقود زي ما مسؤولين الأونروا أكدوا في تصريحاتهم أمس. والحقيقة أنه يعني ده يعني استمرار لسلسلة الانتقام الكامل اللي هم مصرين عليها، تدمير لكل البنية التحتية في كل مكان. خلينا ناخد على التليفون العقيد حاتم صابر الخبير العسكري، أهلا بحضرتك. ويعني مسألة الإصرار على تدمير أحياء بالكامل ونسف البنية التحتية لها، هل ده دور الجيوش يعني بتعمله في معارك؟ ماذا يفعل جيش الاحتلال في حي الزيتون وحي الصبر؟ وتحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. هو لابد ان نلقي الضوء الاول على حجم الخسائر اللي تمت من خلال الحرب. الدائره منذ اكثر من 6 شهور، فيؤسف ان احنا نبلغ ان في اكثر من 400,000 وحده سكنيه تم هدمها بما يوازي 81% من القدره الانشائيه في القطاع. اي بمعنى ان كل 100 مبنى تم هدم 81 مبنى منه. بمناسبه ذكر الانروا، ففي اكثر من مقتل 142 موظف تابع للانروا. معظم 1500 مبنى خاص بالانروا تم هدمه بالتحديد. دائما ما تعتمد اسرائيل في هذه الحرب على ما يعرف باسم اباده الأراضي أو إبادة المربعات السكنية باستخدام قنابل متطورة تطلق عليها القنابل الفراغية. والقنابل الفراغية فيها أنواع كتير، بي ال يو 109 أو بي ال يو 188. القنبلة للأسف بتبقى مصنوعة من وقود بيتحول بشكل سريع جدا، يتسامق، يشكل فراغات في البنية الأرضية في محاوله لاسرائيل للوصول الى البنيه التحتيه للانفاق التي اقامتها حماس. معروف ان حماس انشات ما يقارب 500 كيلو متر من الانفاق اخفت بها الرهائن على 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 استمرار طول النزاع. حاولت اسرائيل بكافه الطرق منذ بدايه الازمه تدمير هذه البنيه التحتيه الخاصه بانفاق حماس، وهو ما اعلن عنه في البدايه الحكومة الإسرائيلية من أهداف الحرب تدمير البنية التحتية. تدمير البنية التحتية صاحبه تدمير لكل ما هو حي داخل قطاع غزة، في أكثر من 34,000 شهيد، وما زلنا منتظرين المزيد من الشهداء، لأن الحرب حتى الآن لم تنتهي ولم يتم إيقاف النار بشكل يتم فيه تواصل، وفشلت جهود الهدنة حتى الآن. فما زلنا حتى الآن نتابع ما يجري على الساحه العسكريه من تدمير ومحاوله اباده للشعب الفلسطيني ومحاوله لتصفيه القضيه الفلسطينيه والقضاء على ما تواجد من حياه داخل قطاع غزه.